يعني بوضوح هو الحقيقة كل تسوية متاع وضعية فيها التزامات مادية للدولة، واضح بها بطبيعة الحال. أنت عندما تطالب بتسوية وضعيتك ثم ضمان اجتماعي، ثم إضافة يعني تأخذ في حق ساعاتك الأصلي، صحيح ثم جانب مادي، لكن أعتقد ما فهمته منكم اللي حز في أنفسكم أنتم كنواب معلمين نواب هو صفة العون الوقتي. كم عددكم المعلمين النواب سيد عماد؟ العدد بتاع الاعوان الوقتيين، الزملاء الاعوان الوقتيين ما يقارب ال 20,000 عون وقتي. العدد بتاع الزملاء دفعة 22 المهدده بالعون المكلف بالتدريب تقريبا بحدود ال 4,000. العدد اللي بتاع المعلمين النواب اللي هم خارج الاتفاقيه اللي ما عندهم حتى رؤيه واضحه لتشييد وضعيتهم تقريبا 2500 معلم نائب. في مجمل العدد في حدود يتراوح ما بين 25 و 30,000 وضعيه هشه في قطاع التعليم. ولكم ان تتصوروا اذا 35,000 شريحه نتاع معلمين النواب، شوفوا الشريحه نتاع التلامذه المعطله اليوم عن العمل، واذا كان معلم يكون وضعيته مش بتسوي. رجاء عماد انا في المباشر الفت نظر يعني من حواليك، اذا كان 35,000 معلم نائب الان معطل في اسموه يوم غضب، لكم ان تتصوروا الوضعيه اللي فيها اولادنا وبناتنا في التعليم الابتدائي، شنو الوضعيه يكونوا فيها اذا كان المعلم في حد ذاته ماهوش وضعيته مساويه ومستقره. طيب لكن عمليا على ارض الواقع الان الى سيد عماد، طالما الوزاره واضح انه الدوله تعيش بضائقه ماليه غير مسبوقه، هي تسارع الزمن من اجل الحصول على كذا قروض، كنا حكينا منذ قليل القرض نتاع البنك الاوروبي، وتسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. عمليه الدوله هي في ضائقه ماليه، ماذا اسمح لي في المقابل الوضع هذا خارج عن نطاقنا، تتحمل مسؤوليات هي سلطه الاشراف في كامل الاشكاليات اللي نادره، وثم اشكاليه كبيره ومظلمه كبيره يتعرض عليها زملائنا في الصنف الفرعي اثناثا، ان هم مكلفين بالقيام ب 25 ساعه عمل، وهذه مظلمه مقارنه بزملائهم، معناها في عدم تنظير شهائدهم، وبالرغم ان القانون يسمح لهم بان تتنظر شهائدهم حتى تصبح صنف فرعي اثنين، فهذه مظلمه اخرى تنضاف الى المظالم، ونحن سنتصدى تحت لواء الجامعة العامة والهيكل النقابية لهذا التنكيل بالمربي ولهذه السياسات الخاطئة التي تنتهيها سلطة الإشراف. طيب. ولن يهدى لنا بال حتى نسترجع كامل حقوقنا المشروعة، نحن مواطنين درجة أولى، نحن مربين، نحن شعلة في هذا المجتمع، نحن قدوة، ولا يمكن لهذه المنزلة أن تستمر في حقنا. طيب